السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا السؤال يقول استخدم الديفينيشن لإثبات أن الليمت سيكونس يساوي صفر. الديفينيشن هو لكل أبسلون أكبر من صفر يوجد إن عدد ناتشرال نمبر such that أنه مقياس السيكونس ناقص الليمت اللي هي صفر. الكلام هذا أقل من إبسلون، وذلك لكل إن صغيرة أكبر من أو يساوي إن اللي لقيناها. هذا الديفينيشن اوف ليميت اوف سيكونس. طيب الهدف هنا ان نوجد الان، هذه ان كابيتال. فالان ابدا المتراجح اللي فيها ابسلون، فالكسر ناقص الصفر يطلع الكسر، والكسر موجب بالقيمة المطلقة له نفسه. هذا أقل من واحد على انتربيع، لأن المقام الآن أصبح أصغر. واحد على انتربيع أقل من واحد على ان، أيضا لأن المقام صار أصغر. طيب هنا نتوقف، نروح الآن نستخدم أرخميدس بروبرتي. أرخميدس تقول عندك إبسلون موجب، عدد موجب حقيقي، إذا يوجد عدد طبيعي إن بحيث الإبسلون أكبر من واحد على إن. هذه خاصية أرخميدس طبقناها على الإبسلون الموجب. طيب الآن لو أخذنا الإن صغيرة أكبر من أو يساوي إن الكبيرة، هذا اللي لقيناه بأرخميدس بروبرتي، لو قلبنا واحد على إن أقل من واحد على كابيتال إن، وهذا يقتضي ان واحد على ان تربيع اقل من او يساوي واحد على ان. وهذا يقتضي ان واحد على ان تربيع زائد اثنين اقل من او يساوي واحد على ان. لكن واحد على ان هنا موجودة أقل من إبسلون، إذن الكسر هذا اللي هو الفرق بين واحد على ان تربيع زائد اثنين ناقص الصفر أقل من إبسلون، وهو المطلوب. أي سؤال شباب؟ أي سؤال؟ هذا اللي هو الديفينيشن. الديفينيشن مرة ثانية، لكل إبسلون أكبر من صفر يوجد there exist capital N ينتمي للناتشرال نمبر بحيث الفرق بين السيكونس اللي في السؤال ناقص النهاية الصفر أقل من إبسلون. هذا الكلام المتراجع هذه صحيحة لكل ليتل N أكبر من أو يساوي capital N.
هذا نص الديفينيشن اوف ليميت اوف سيكونس. ف من النص الهدف ان نوجد الكابيتال ان هذا الهدف. فنروح الخميدس بروبرتي، خاصية الخميدس. عندنا نطبق خاصية الخميدس للإبسلون الموجب، العدد إبسلون الموجب. حسب هذه الخاصية يوجد عدد طبيعي N، كابتل N، عدد طبيعي، بحيث أن الإبسلون أكبر من مقلوب الـ N. طيب الآن نأخذ أي عدد طبيعي لتل N أكبر من أو يساوي N، علشان أطبق الكلام هذا أقلب الطرفين يصير واحد على small n أقل من أو يساوي واحد على capital N، لكن واحد على N تربيع أيضا أقل من واحد على N، فتصير أكيد أنها أقل من واحد على capital N، والكسر هذا أقل من واحد على N تربيع، فيكون هو واحد على N تربيع بلس 2 أقل من أو يساوي capital N، واللي واحد على N من هنا أقل من إبسلون، لكن هذا الكسر هو الفرق بين سيكونس اللي في السؤال ونهايتها داخل القيم المطلقة أقل من إبسلون، وهو المطلوب. إذن اللي أوجدنا الكابيتال إن العدد الطبيعي هي خاصية الخميدس. تمام. طيب ناخذ سؤال ثاني. يقول لك إذا كان عندك عدد B، عدد حقيقي بين الصفر والواحد، أثبت أن نهاية N B أس N أنها صفر. السهم هذا معناه نهاية. طيب الآن عشان نثبت هذا أستخدم معلومة، إنه إذا كان عندك عدد B بين الصفر والواحد فيوجد عدد C، عدد موجب، بحيث أن الـ B يساوي واحد على واحد زائد C. مرة ثانية، إذا كان البي عدد حقيقي بين الصفر والواحد فعندنا معلومة صحيحة رياضية أنه يوجد عدد سي موجب، بحيث أن البي يمكن أن تكتب على شكل كسر، البسط واحد والمقام واحد زائد سي هذا. معلومة هذه صحيحة. طيب الآن أنا بستخدم، أنا عندي في السؤال B أس N، لاحظ B أس N في السؤال، فأنا محتاج أني أرفع البي للأس N، يعني محتاج أني أرفع الكسر هذا لأس N. فقبل أنا بركز على المقام، أناقش المقام اللي هو 1 زائد C وأرفع الأس N. هذا الآن من نظرية ذات الحدين، يمكن إن شاء الله تكون معروفة عندكم، اللي هو هذا summation n choose k c أس 1 أس 1 أس k
في سي أس إن ماينس كي، حيث الكي تبدأ من صفر إلى إن. هذه اسمها binomial theorem. نظرية ذات الحدين. لو فكينا السميشن هذا، طبعا السميشن هذا فاينايت منتهي، ان 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 تشوز زيرو، ان تشوز زيرو يطلع لك واحد، واحد اس زيرو بواحد سي اس ان، حطينا الكيب زيرو بعدين حط الكيب واحد يطلع ان اختيار واحد، يطلع n فاكتوريال على واحد فاكتوريال n ماينس واحد فاكتوريال، يطلع معك n واحد أس أس واحد واحد c أس n ماينس ون. بعدين n choose two n فاكتوريال على اثنين فاكتوريال n minus 2 factorial، هذه راح تطلع معك n في ما n n minus 1 على 2 في c أس n minus 2 إلى آخر. الآن الآن هذا المجموع أكبر من، بما أن السي عدد موجب، بما أن السي عدد موجب فكل الحدود هذه بوزيتيف، ومجموعها أكبر من أي واحد منها، المجموع هذا أكبر من أي واحد، يعني أكبر من الحد الأول، أو المجموع أكبر من الحد الثاني، أو المجموع أكبر من الحد الثالث. أنت الآن تختار الشيء اللي يناسبك، تختار حد من الحدود اللي يناسب هو الحد الثالث. اللي يناسب هو الحد الثالث، يعني هذا المجموع أكبر من الحد الثالث. طيب هيكون هذا أكبر من الحد الثالث. أوكي طيب، طيب وش اللي صار معي؟ صار عندي واحد زائد سي أس إن أكبر من الحد هذا، إن في إن ناقص واحد على اثنين سي أس إن ناقص اثنين. طبعا أنا ممكن أغير الحل هنا، أخلي هنا يعني هنا الآن أنا راح أقلب، راح لازم أقلب الطرفين لأن علشان أحصل على الكسر. إذا واحد على سي أس إن أقل من، انقلبت الآية الآن، صار عندي الآن اثنين على إن في إن ناقص واحد سي أس إن ناقص اثنين. بعد كذا هذا اللي هو واحد على سي أس إن اللي هو إيش، هذا الطرف الأيسر اللي هو بي صح، بي أس إن. طيب أروح أضرب بإن المتراجحة عشان أحصل على السؤال، إن في بي أس إن أقل من اثنين على إن ناقص واحد في سي أس إن ناقص اثنين.
طبعا ان في بي اس ان هذا موجب، يعني اقدر اقول هذا موجب. فالان انا ممكن استخدم نظريه الساندويتش، نهايه الصفر صفر، سيكونس الصفر نهايه الصفر، نهايه السيكونس هذه الكبيره هي تعتمد على السي، تعتمد على السي. لكن انا لو عدلت في الحل، شوف هنا، من ارجع هنا، ارجع في الخطوه هذه، انا قلنا واحد زائد سي اس ان يساوي سميشن ك من زيرو ل ان، ان تشوز ك، بغير الان، بس بحط هنا بدل الواحد احط سي، زين بحط سي، نفس الشيء لان الجمع بدالي بحط سي، وبحط بدل السي واحد، يعني اعمل سويتش بينهم. كذا بالشكل هذا، هذا اللي يخدمني. الان لو حطيت كيب زيرو يطلع سي، سي طبعا واحد اس، اي هذا بواحد في كل الحالات يعني مهما يكون الاس، بس هنا لو حطيت كيب زيرو هيطلع لي سي والزيرو بواحد، يعني الحد الاول هذا، الحد الاول هذا واحد. بعدين حط السي بواحد، يطلع السي اس واحد، سي اس واحد. وهنا بيطلع لي سي اس كم؟ اثنين. ممتاز، اثنين. طيب خلاص، انا الان اختار نفس الحكايه، اختار اكبر من الحد هذا سي اس اثنين. هنا سي اس اثنين. هنا سي اس اثنين تحت في المقام، وهنا بيطلع لي سي اس اثنين. ليش انحلت المشكله الان؟ لان هي في اشكاليه بالشكل هذا، لما يكون الاس ان بلس 2 ما تدري النهايه حقت السي اس ان بلس 2، لكن الان لو كان الكتابه سي تربيع تعرف النهايه كم، ثابت، صار ثابت، هو الان صار هو ثابت، سي تربيع نهايته سي تربيع لانه ثابت ما في ان، فخلاص صارت نهاية السيكونس الزيرو زيرو، ونهاية السيكونس هذه طبعا زيرو لأن الانت روح ما لا نهاية، فباي باي سكويز ثيورم نهاية ايش اللي في الوسط؟ طبعا تساوت هذه وذي، عشان السكويز ثيورم تنجح لازم نهاية السيكونس الصغرى تساوي نهاية السيكونس الكبرى، عشان نستنتج أن نهاية السيكونس الوسطى اللي في الوسط هي نفس النهاية اللي هي زيرو، وهو المطلوب. أي سؤال شباب؟ أي سؤال؟ دكتور، في الباينوميال، حل الباينوميال، لما قلنا ان جبنا نفس الشيء اكبر منه، هل المفروض يكون اخر شيء سي اس 3 ولا كيف؟ اعيد لو سمحت. في حل الباينوميال لما خلينا يساوي 1 زائد ان في سي اكبر من ان، انا اخترت، اي احسنت، انا اخترت الحد الثالث هو اللي يفيدني. ليش؟ يعني انا عندي في السؤال هنا ان، وعندك هنا في السؤال لو اخترت الحد الثالث مثل ما اخترناه هيروح لك الان مع الان، يبقى لك ان بلس ان ماينس 1 تحت، تعطيك السيكونس نهايتها صفر. انت لو اخترت الحد الثاني هذا، شوف
لو قلت أنا بقول هذا أكبر من n plus n c وبعدين رحت وقلبت بيروح الـ n مع الـ n مشكلة صح؟ صح لأنك بتضرب هناك بـ n بيصير عندك هنا السين كوسين الكبرى هذه واحد على سي هذه واحد على سي نهايتها ما هو بزيرو يعني أنت أنت اختار الشغلة اللي تفيدك تمام؟ واضح الله يعطيك العافية لأنه الآن أنا ترى ممكن أنا أجيب لك سؤال أحط لك في السؤال شوف لو حطيت لك إن تربيع في السؤال راح تختار أي حد الحد اللي هنا بعد السي تربيع اللي فيه سي تكعيب اللي بعده ترى اللي ما كتبته هنا في حد ما كتبته ها صح هو اللي يفيدك طيب افرض اني ما حطيت لك مره ان بعد حطيت لك بس السؤال بيوس ان بس بيوس ان تاخذ اي حد تاخذ هذا تقول اكبر من ان سي ليش لانك لو قلبت أنت ما راح تضرب بن لو قلبت بيصير واحد على إن في سي ولا في إن راح تضرب فيها أنا مثل ما قلت لك افرض السؤال ما في إن صار هذه كم نهايتها صفر يعني على حسب السؤال على حسب أيوة على حسب تمام الله يعطيك العافية تمام أي سؤال شباب ثاني تمام طيب سؤال جديد السؤال يقول افرض عندك عددين A و B كلاهما موجب وال A أقل من B أثبت أن الليمت هذه تساوي B طيب هنا نبدأ من هنا صفر صفر أقل من A ناقص B صفر أقل من A والA أقل من B لو رفعنا جميع الأطراف الأس N صحيح العبارة تظل أرفع ليش عشان أحصل على اللي في السؤال إذا راح أرفع صفر أس N صفر أقل من A أس N وأقل من B أس N بعدين أضيف كم أضيف كم على المتراجحة الجديدة أضيف B أس N صح عشان أحصل على السؤال أضفت بيوس إن على جميع الأطراف يطلع لك هنا بيوس إن أقل من أيوس إن زائد بيوس إن أقل من 2 بيوس إن بعدين شعمل أخذ الجذر النوني مثل لأنه هذا اللي السؤال نص السؤال جذر النوني أخذ الجذر النوني لجميع الأطراف جذر النوني بيوس إن أقل من الجذر النوني أيوس إن زائد بيوس إن أقل من الجذر النوني الجذر النوني لاثنين في بي أس إن جذر النوني لبي أس إن بي هذا الطرف السيكونس الوسطى نفسها تظل نفسها لأن الجذر النوني ما يتوزع على الجمع لكن هي توزع على الضرب يصير الجذر النوني لاثنين الجذر النوني لبي أس إن اللي هي بي يعني وزعنا الجذر النوني هنا على الضرب الجذر النوني يتوزع على الضرب وعلى القسمة لكن لا يتوزع على الجمع ولا على الطرح طيب البي كم نهايتها هذا سيكونس
بي لأنه ثابت. طيب تعال السيكونس الكبرى، البي نهايتها بي، 2 أس 1 2 أس 1 على إن، هذه نهايتها 1، هذه نظرية أخذتوها مع الدكتور، نظرية 2 أس 1 على إن أو 3 أس 1 على إن نهايتها 1 يعني هذا نهايتها بي، فتساوت النهايتان، إذن باي سكويز ثيورم ما دام تساوت النهايتان إذن نقدر نستخدم السكويز ثيورم تعطينا نتيجة، يعني نهاية السيكونس اللي بالوسط نفس النهاية كم؟ B اللي هو هذا السؤال. أي سؤال شباب؟ واضح تمام؟ يعني سؤال هذا فيه يعني حركات أسس وخاتم. لكن في النهاية استخدمنا سكويز ثيرم أو ساندويتش ثيرم، نفس الشيء سكويز ثيرم هي ساندويتش ثيرم. طيب الآن عندنا سيكونس متتالية معرفة بشكل تكراري، السؤال يقول لك أثبت أنها مونوتونيك. مونوتونيك يعني إيش؟ نثبت أنها يا increasing يا decreasing. نثبت إذا قال لك أثبت أنها مونوتونيك يعني أثبت أنها يا السيكونس increasing أو أنها decreasing. المطلوب الثاني أثبت أنها bounded، أن السيكونس bounded محدودة. إذا طلعت increasing وbounded أو decreasing وbounded تطلع إيش؟ متقاربة صح؟ مضبوط؟ إذا طلعت أي sequence طلعت increasing زائد انها bounded هذا يقتضي انها convergent متقاربة، او اثبت انها decreasing طبعا bounded below هنا يكفي bounded below وهنا فوق bounded above، فاذا اثبت انها decreasing وزائد bounded below فهي convergent. طيب نشوف السؤال الأول فقرة A، أنا الآن كيف أعرف أنها increasing ولا decreasing من الوهلة الأولى؟ كيف؟ لازم هو أعطاني العنصر الأول من السيكونس X1 يساوي 1 فراح أجيب X2، X2 كم يساوي؟ 1 على 7 في 4 X1 زائد 5 يساوي 1 على 7 X1 اللي هو 1 يصير 4 زائد 5 9، 9 على 7 واضح أنه أكبر من كم؟ من الواحد، يعني أكبر اللي هو والواحد هو X1، إذن طلع X2 أكبر من X1، إذن هتطلع السيكونس ايش؟ increasing. increasing طبعا انا اثبتها الان لx2 x1 بس لازم اثبتها for all n، for all n for all n xn هذا لا يكفي، هذا بس انت اثبت بين x1 و x2، كيف اثبتها for all n؟ عندك ثلاث طرق، إما أنك تسوي قسمة
xn plus 1 على xn، أو تسوي طرح، أو تستخدم الماثيماتيكال إندكشن. كل سؤال طبيعته يحدد أي طريقة من الثلاثة أفضل. لو نظرنا للسؤال فكرنا بس، شفنا xn plus 1 التعبير حقها 1 على 7 في 4 xn plus 5. القسمة مزعجة، عملية القسمة ما هي مفيدة، لأن طبيعة الـ xn plus 1 ما ينفع معها قسمة. الطرح ممكن، فأنا الآن بسوي طرح xn plus 1 يساوي ناقص xn. xn plus 1 اللي في السؤال 1 على 7 4 xn زائد 5 ناقص xn. طيب يطلع لي واحد، فك القوس، 1 على 7 4 على 7 xn زائد 5 على 7 ناقص xn. أربعة على سبعة ناقص إكس إن، هيطلع عندك ناقص ثلاثة على سبعة إكس إن بلس خمسة على سبعة. المشكلة ما طلع. طبعا متى تطلع إنكريسينج؟ متى شباب؟ متى وش معنى إنكريسينج؟ معناته من الأكبر؟ من الأكبر من الاثنين ذولي؟ increasing xn plus 1 إيه، يعني الجديد أكبر من أو يساوي القديم. الجديد اللي هو xn plus 1، مرحلة الزمنية الجديدة xn، هذا in the past، فهذا معناه increasing. طيب increasing لو سوينا الطرح مفروض يطلع انه ناتج الطرح يطلع اكبر من او يساوي ناتج الطرح اكبر من يساوي صفر. انا الان هنا سويت ناتج الطرح طلع لي هذا، هذا ما يعطيني جواب هل هو موجب ولا سالب، يعني ما اعرف وش الاكس ان. تمام. ايضا طريقه الطرح فيها مثل هالنوع مثل هالسؤال ما تنفع، القسمه بعد ما تسوي شيء. إذا أنا ما عندي إلا أروح للماثيماتيكال إندكشن، الاستقرار الرياضي. تمام؟ استقرار الرياضي. طيب استقرار الرياضي يعني على حسب السؤال على حسب السؤال أنت تشوف الطريقة الأفضل، على حسب السؤال وطبيعة السيكونس. أنا بروح الآن للاستقرار الرياضي. أوكي، طيب استقرار رياضي أذكر، يعني إن شاء الله أنكم تذكرون من مقرر 132 استقرار رياضي. إحنا طلعنا قبل شوي X2 كم؟ X2 طلعناها 9 على 7 أكبر من الإكس 1. إذا المتوقع يعني أكيد السيكونس راح تكون إنكريسي. طيب وش الاستقرار الرياضي؟ ماثيماتيكال إندكشن. طبعا خطوة الاستقرار أسيوم
ان اكس ان بلس 1 اكبر من او يساوي اكس ان is true. هذه الستيب الماثيماتيكال ستيب، خطوة الاندكشن ستيب. بعدين نبغى نثبت انه اكس ان بلس 2 اكبر من او يساوي ان اكس ان بلس 1، صح؟ وانت يعني ذكر نفسك وش تبغى تثبت؟ تبغى تثبت ايش؟ want ان ايش اللي نبغى نثبته؟ ان اكس ان بلس ايش 2 اكبر من او يساوي اكس ان بلس 1، هذا نبغى نثبته. طب كيف نثبته؟ نبدا فيه اكس ان بلس اكس ان بلس 2 شيء ناقص اكس ان بلس 1 يساوي اكس ان بلس 2، وش يساوي؟ 1 على ناظر التعريف اللي في السؤال، 1 على 7 قوس 4 اكس ان بلس 1 زائد 5 صح، ناقص 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 اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 1 برضو هكتب تعريفها، 1 على 7 قوس 4 اكس ان بلس 5. طيب فك الاقواس هذه، 4 على 7 اكس ان بلس 1 زائد 5 على 7 ناقص 4 على 7 اكس ان ناقص كم؟ ناقص كم؟ 5 على 7. واضح عندي اختصار هذا وذا، وهذا يساوي ناخذ عامل مشترك من المتبقي الحدين اللي بقوا 4 على 7، يبقى داخل قوس اكس ان بلس 1 ناقص اكس ان. طيب هذا اكبر من او يساوي كم؟ من هنا اللي اعتبرناها ترو، الطرح هذا اكبر من او يساوي صفر، صح؟ معناها اثبتنا خلاص انه انقل يعني اكس ان بلس 2 اكبر من او يساوي اكس ان بلس 1. اذا باي ماثيماتيكال اندكشن اكس سيكونس اكس ان او اكس ان بلس 1 ما يفرق الاندكس is increasing. واضح يا شباب اثبات increasing؟ واضح ان شاء الله. في شيء مو غامض؟ ترى عمليه القسمه ما تنفع، عمليه الطرح ما تنفع، ما في الا السؤال ذا بسبب طبيعه السيكونس ما ينفع، يعني الحل ما يطلع سهل الا بالماثيماتيكال اندكشن. طبعا هنا استرو، تكتب استرو اللي هي الخطوه البيسك، بيسك ستيب. طيب الان اثبتنا انها مونوتونيك يعني انها انكريسنج، بقي نثبت انها باوندد انها محدوده. طبعا انت اذا اثبتت انها increasing لازم تثبت انها bounded above، مو bounded below، bounded above عشان يطلع تستنتج ان السيكونس convergent. فانا ابغى اثبت انها محدوده من اعلى، يعني ان محدوده من اعلى، انا ابغى اثبت ان كل عناصر السيكونس اقل من عدد ما حقيقي، نبغى نوجد هالعدد هذا وش هو. طيب حين طلعنا x1 كم؟ أو في السؤال مكتوب x1 كم؟ one. x2 كم طلعت؟ عفوا x2 كم؟ 9 على 7. طب
انا ابغى اثبت ان جميع عناصر السيكونس اكس 1 واكس 2 اكس 3 اكس 4 الى ما لا نهايه كلها اقل من او يساوي عدد ما، لازم اوجد هذا العدد الما. مش العدد هذا 9 على 7. طيب اللي بعده لو جبت اكس 3 يعني تحتاج حاسبه عشان تطلع اكس 3. اوكي انت ممكن تختار عدد، يعني لو قلت عدد مثلا 100 مقبول يعني متوقع يكون صح 100. نعم بيطلع الاعداد دي اقل من 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 100 صح اكيد. يعني لو جبتها هي متزايده طبعا واحد يشوف على فكره في، لانه في سبق طالب سالني قال بما انها هي increasing يعني x2 اكبر من x1 x3 اكبر من x3 اكبر من x2 وx4 اكبر وx5 اكبر 5 اكبر x6 زائد، هو متخيل انها رايحه للملا نهايه. لا مو صحيح، لان هذه اعداد حقيقيه بالفواصل، لان هنا شوف ايش معنى الاعداد الحقيقيه، لازم الواحد يفهم تركيبتها. هنا عندك العدد الحقيقي في جزء صحيح، وفي هنا انت جزء عشري decimal part. فهو لو كان increasing مع increasing انه الجزء الصحيح مثلا مثبت، بس decimal part الجزء الاعداد اللي في الجزء العشري جالسه تزيد، فالاعداد جالسه تزيد بس انها ما تروح للملا نهايه، لان الجزء الصحيح ثابت مثبت. فانت الارقام ما راح يعني حتى ممكن ما يواصل العشرة ولا، بس كل ما زاد هنا الخانات الجزء العشري معناته العدد فيه يكبر. وضحت الفكره؟ واضحه. طيب الحين انا ابغى اثبت انها محدوده من اعلى، كل عناصر السيكونس محدودة من أعلى، هناخذ كم؟ ما الدكتور قال لكم شيء؟ اختاروا أي عدد؟ ممكن ترى تأخذ عدد مثلا 10 وتثبت عليه عادي. أنا بوريكم الإثبات، مثلا بقول 10، شوف خلنا نثبتها. X1 كم طلعت؟ X1 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 في السؤال أصلا هي 1، X2 طلع والواحد أقل من 10، خلنا نختار 10، العدد 10. X2 طلعنا قبل شوي 9 على 7، أكيد 9 على 7 أقل من 10. طيب الآن عشان نثبت الكلام لكل N، إن كل عناصر السيكونس أقل من 10 لازم استخدم طبعا برجع للماثيماتيكال اندكشن، باي ماثيماتيكال اندكشن. اللي هي واحد اقل من 10، اذا هذه ترو، بيسك ستيب ترو. اسيوم افترض ان اكس ان اقل من او يساوي 10، ترو ان العباره هذه اقل انها صحيحه. Want what؟ إيش نبغى نثبت؟ إن x n plus 1 أقل من أو يساوي 10. طيب يلا نشوف، نكتب نكتب التعريف حق x n plus 1 اللي هو في السؤال، اللي ناظر السؤال 1 على 7 4 x n plus 5، هذا أقل من أو يساوي 1 على 7 4. هنا عندك اكس ان من هذه اللي هي ترو، اكس ان اقل من 4 في 10، لان اكس ان اقل من 10، اكس ان اقل من 10 صح. يطلع لك هذا كم جوابه؟ 40 40 و5 45 على 7. ها اقل من 10 ولا لا؟ أقل صح؟
صحيح. أقل من 10 صح؟ خلاص إذا xn plus 1 أقل من 10، يعني شو اسمه الـ xn plus 1 الـ xn أقل من أو يساوي 10 لكل n عدد طبيعي، معناته أن السيكونس is bounded above by what by 10. ممكن تأخذ 20 30 بدل العشرة يمشي، يعني حاول أنك تبعد شوي عشان ما تقع في خطأ، لأنه ممكن يكون تختار مثلا تقول أقل من 2 ممكن فيها مخاطرة، يعني يمكن ما هي بصح 2 لأن 2 قريب من العناصر السيكونس. واضح؟ طيب الآن أثبتنا إيش؟ أثبتنا أنها increasing وأثبتنا أنها is bounded above، إذن هذا يقتضي أنها إيش؟ أنها convergent يعني متقاربة. متقاربة يعني it has limit لها limit. هو في السؤال المطلوب الثاني قال then determine its limit، جيب الليمت كم نهايتها كم السيكونس هذه. طيب كيف نجيب الليمت؟ الليمت هنسويها كذا، الآن نفترض أسيوم أنه لها ليمت، يعني هي خلاص ثبت أن لها ليمت لأنها كونفيرجن، أنه ليمت الـ xn يساوي l، هذا نبغى حنا نجيب الـ l كم العدد هذا l كعدد. طيب ليمت xn يساوي l يقتضي أنه ليمت xn plus 1 هو l أيضا، هذه يسمونه التيل ذيل المتتالية. إذا كان افترضت أنه ليمت xn يساوي l فنهاية xn plus 1 أيضا l نفس الليمت. أباخذ المساواة الأخيرة أستخدمها، xn plus 1 اللي هي في السؤال اكتبها xn plus 1 تساوي 1 على 7 4 xn plus 5 يساوي L هذا نزلت ال L. الليمت الآن وزعها على الحدين، ليمت 1 على 7 طبعا أضر 4 ليمت xn زاد ليمت 5 على 7 يساوي L. هذه ليمت xn هي هذه L فوق، شوف هذه يعني يطلع لك 4 على 7 L بلس طبعا هنا 5 على 7 لأنه ثابت يساوي L. انقل اللات في طرف، لو نقلت 4 على 7 L يمين يطلع لك 5 على 7 7 على 7 3 على 7 L. كم ال L؟ خمسة على ثلاثة. إذن كم الليمت نهاية المتتالية؟ خمسة على ثلاثة. واضح شباب؟ في سؤال؟ أي سؤال؟ طيب السؤال الثاني بي بنفس الشيء، يعني تقدر تثبت أنها increasing وبعدين bounded above وبعدين تطلع هذه بالماثيماتيكال إندكشن، يعني هذا البي جرب حلها أنت بالماثيماتيكال إندكشن. والفقرة سي برضو بالماثيماتيكال إندكشن.
طبعا انت عشان تعرف مره ثانيه عشان تعرف انا انكريزنج ولا ديكريزنج انت لازم تجيب اكس 2. يعني مثلا في الفقره بي اكس 2 كم تساوي؟ اكس 2 تطلع جذر 3 زائد اكس 1، اكس 1 ب 1 جذر 3 زائد 1 4 يعني 2، معناه اكس 1 اقل من اكس 2 يعني اكيد انها المتتاليه انكريز. وبعدين باوندد، بعدين تثبت انها باوندد، طبعا تثبت انها انكريزنج بالماثيماتيكال اندكشن، وتثبت انها باوندد باف تختار لك عدد مثلا 10، وتثبت ان جميع عناصر المتتاليه اقل من او يساوي 10 بالماثيماتيكال اندكشن. بعد نفس الشيء فقره سي تجيب اكس 2، اكس 2 هتساوي 4 اكس 1 اللي هو 1 4 زائد 2 6، 6 على 4 يعني 1.5، يعني اكس 2 اكبر من اكس 1، اذا واضح ان المتتاليه انكريسينج. وتثبت انها باوندد اباف مثلا نفس الشيء اقل من او يساوي 10، تثبت هذا انها انكريسينج بالماثيماتيكال اندكشن، وتثبت انها اقل من او يساوي 10 ايضا بالماثيماتيكال اندكشن. تمام. طيب شوف سؤال جديد. عندنا السيكونس هذه xn تساوي 1 على n زائد 1 على n بلس 1 زائد إلى 1 على 2 n. أثبت أن هذه المتتالية is convergent، متقاربة. طبعا متقاربة يعني لها limit، لكن إيجاد الليمت للمتتالية هذه يعني فيه نوع من الطول. فعشان نثبت أنها convergent بنفس الشيء، يعني نثبت أنها increasing أو decreasing، ونثبت أنها يا bounded above أو bounded below. طيب نشوف موضوع increasing و decreasing. نشوف موضوع increasing و decreasing. increasing قلنا إيش increasing؟ يعني نسوي قسمة، يعني نسوي طرح، يعني نسوي mathematical induction. بالنسبة لهذا بسبب يعني طبيعة السؤال xn ما هذا ما يصلح، هذا فيه طول لكن هذا ينفع. ليش هذا عرفت انه ينفع؟ لان هنا عندي فيه جمع، جمع هنا شفت جمع جمع جمع، ف يعني هذه تصلح xn plus 1 ناقص xn. طيب نشوف xn plus 1 وش هي؟ لا ركز الان، بس بتشيل بدل ال n تحط n plus 1، زين؟ 1 على n plus 1 زائد 1 على n plus 2 الى، لاحظ هنا، 1 على 2 n زائد 1 على 2 n plus 1 زائد 1 على 2 n plus 2 minus، هذا كل اللي كتبته xn plus 1. شباب معي؟ ايوه معك الدكتور. هل اللي كتبته واضح لكم ولا يبغى توضيح زياده؟ لا واضح. يعني هي وشو هنا؟ اكس ان في اكس ان، بس شل كل ان، ضع بدل كل ان ان بلس 1، شوف يصير 1 على ان بلس 1 اللي بعده 1 على ان بلس 2. طيب الاخير ليش انا صار كذا؟ الاخير اصلا كذا، هو 2 بدل الان حط ان بلس 1 يطلع معك كذا، ولو فكيت القوس يطلع 2 n plus 2 اللي هو ذا. لكن وش اللي قبله؟ اللي قبله المقام 2 n plus 1، واللي قبله بعد قبل اللي قبله 2 n. تمام؟ تمام. ليش أنا كتبتها؟ لأن الحين أنا اضطريت أكتبها الحدود الثلاثة الأخيرة كتبتها عشان يظهر لي اختصارات. الآن ناقص اكس ان، يعني بضرب الاكس ان هذه اللي انت اللي امامك في السؤال بضربها كل الحدود بسالب، يطلع كذا. شوف سالب 1 على ان
سالب واحد على n بلس 1 كلها سالب لين سالب واحد على 2 n. مثل ما هو ظاهر أمامكم في اختصارات هذا وذا هذا وذا تمام، وكل اللي هنا بعد بيروحون. إيش اللي يبقى معك؟ بيبقى معك بس ثلاث حدود، هذا برضو بروح ترى مع شيء ما كتبته هنا، بيبقى معك الثلاث حدود هذه. بس شوف صفة عندك من الكلام ده كله ثلاث حدود، هذه ثلاث حدود هذه أكتبها وأحاول أبسطها. أنا وش أبغى أثبت؟ إنها إن ال شو اسمه يا increasing يا decreasing، ما أدري، ما أعلم الغيب أنا، لكني أنا بشوف الناتج بيطلع لي موجب ولا سالب. علشان أنا أشوف الكلام وش يطلع لي لازم أوحد مقامات، 2 n plus 2 مقص يطلع 2 n plus 2 plus 2 n plus 1 على المقام في المقام. أضطر لازم أفك الأقواس لازم، لأني بعد شوي بيجيني واحد على n، بيطلع هنا 4 n تربيع، وهنا عندك 2 n و 4 n 6 n زائد 2 ناقص واحد على n يساوي. طبعا هنا عندك 2 n و 2 n 4 n 4 n بتنظر في ال n دي بسوي مقص انا الان، 4 n بتصير 4 n تكعيب، أربعة n تربيع، وهنا ثلاثة تنضرب في ال n تصير 3 n ناقص ذا 4 n تربيع ناقص 6 n ناقص 2 على المقام في المقام. طيب شوف الآن عندك في البسط في اختصار وش طلع البسط الآن عندي؟ طلع عندي البسط إيش؟ 3N ناقص 6N كم؟ ناقص 3N ناقص 2 على المقام نفسه، المقام نفسه. طبعا المقام مثل ما هو ظاهر أمامك موجب، البسط سالب ولا موجب؟ ترى الان عدد طبيعي سالب، يعني الكلام ذا الكسر ذا ايش؟ سالب. اذا سالب اذا ايش؟ معناه ايش؟ هذا هو الكسر، هذا هو ناتج الطرح. شوف ناتج الطرح هذا decreasing ولا لا decreasing، طلع اكتبها مره ثانيه. شوف طلع اقل من يساوي صفر، انقل الاكس ان تطلع xn plus 1 أقل من أو يساوي xn. هذا شو معناته إن السيكونس إيش؟ decreasing متناقص. طيب طلعت decreasing خلاص، بقي نثبت إنها إيش؟ bounded below. ها شو رأيكم bounded below بوات؟ سهلة ترى، مرة سهلة، محدودة من أسفل بيش، يعني هي أكبر من عدد معين عناصر السيكون. من كم؟ من الصفر، يعني كلها حدود موجبة صح؟ حدود موجبة صح؟ حدود موجبة جمعتهم أكبر من الصفر، إذن xn is bounded below by zero. إذن bounded below و decreasing، إذن it is إيش؟ convergent. عندي سؤال شباب؟ تكرر عندي سؤال بس بآخر حدين في xn plus 1. تفضل.
المفروض كان بس يكون في حد واحد، لأن الاثنين ضرب n plus 1 ممتاز. هذا اللي اثنين صح؟ يطلع اي يطلع المقام 2 2 n plus 2 صح؟ المفروض انه يطلع plus 1 ولا لأن اخر حد لا لا دقيقة بيطلع لك المقام كم؟ 2 n plus 2 صح؟ اي الناتج اي ممتاز. طب وش الحد اللي قابله المقام حقه؟ انت شوف لاحظ هنا شوف الحدود شوف كيف كيف المقام المقام هنا كم n والحد اللي بعده n plus 1 ايه والحد اللي بعده المقام n plus 2 فهنا نفس الشيء وش اللي قابله المقام اللي قابله يعني تنقص واحد صح ايه ايه وضحت 2 n plus 1 بعدين اللي قابل ذا تنقص واحد يعني 2 n انا اضطريت ليش اكتب ذا عشان انا اوريك الاختصارات انه هذا واحد اثنين بيروح مع ذا بيبقى بس الثلاث حدود هذه اللي عليها اطار اخضر تمام الله يعطيك العافيه تمام يعني عمليه الطرح مناسبه على حسب السؤال القسمه ما تنفع نهائي عقيمه ما تستفيد منها والماثيماتيكال اندكشن والله ممكن تنفع لكن ما جربت ممكن انا ما بس اللي متأكد منه القسمة مرة ما فيها مرة عك لكن الطرح شوف الطرح مناسب جدا لأنه في حدود راح تروح مع بعض ما بيجي معك إلا ثلاث حدود ثلاث حدود بسطها وبعدين أحكم على الناتج إنه موجب ولا سالب لأن اللي سويناه طرح طبعا ناتج الطرح طلع هذا هذا ناتج الطرح الطرح يساوي الكسر هذا وواضح الكسر حكم المقام موجب لأن كل شيء موجب جمع والإن موجب وواضح البسط سالب لأن الإن عدد طبيعي البسط سالب سالب على موجب سالب والباوندد بيلو ما يحتاج إثبات يعني بس هذا كافي أبدا لا باوندد بيلو هذه تريفيال حاجة واضحة شوف ناظر الـ XN واحد على N موجب واللي بعده موجب وكلهم مجموعين أكيد أن جمعهم بيطلع أكبر من الصفر صح ما صح السؤال هذا فيها فيه معلومة السؤال هذا هي تحلل لك السؤال هذا طيب الآن لو yn plus yn plus 1 اللي هو عبارة عن xn بلس واي ان على 2 هذا وش يذكركم فيه التعبير هذا تجمع عددين تقسم على 2 وش هذا اللي هو ايش ارثمتك مين صح متوسط الحساب اي صحيح دكتور اي معروف في الاحصاء لو كان ثلاث اعداد تجمعهم تقسم على ثلاث انت عندك عددين اكس ان واي ان عددين تقسم على اثنين يعني هذا الاثر يعني معناها الواي ان بلس واي ان بلس 1 هو الارثمتيك مين اوف اكس ان اند واي ان وهذا هو الجيومتريك مين وفي علاقه بين او معلومه فيها علاقه بين الارثمتيك مين والجيومتريك مين اللي هي جذر اي بي اقل من او يساوي اي زائد بي على 2 معناته الجيومتريك مين اقل دائما او يساوي الجيومتريك مين
هذه معلومة صحيحة. هذه معلومة صحيحة. هذه المعلومة هي مفتاح الحل السؤال، بدونها السؤال هذا كله ما ينحل من الألف للياء. يعني بدون هالمعلومة السؤال لا أحد يقدر يحل أبدا. طيب السؤال إيش يقول لك؟ يقول لك X1 Y1، يعني أول حدود المتتاليتين أعداد موجبة. طبعا أنا عندي متتاليتين اللي هي XN YN، أول حد من الـ XN اللي هو X1 موجب، وأول حد من الـ YN اللي هو Y1 موجب، ولكن الـ X1 أقل من الـ YN. الـ X1 أقل من الـ Y1، نعم. السؤال هو وأعطاك تعريف الـ XN plus 1، وأعطاك تعريف الـ YN plus 1. السؤال هو أثبت أنهم هو السؤال أثبت أنهم بروف both xn and yn convergent. أثبت أن كلاهما متقارب، وأيضا أثبت also proof that they have the same limit. يعني هم متقاربين، يعني لهم نهاية. أثبت أن نهايتهم نفس. طيب عشان نثبت أنه XN متقاربة والYN متقاربة نتبع نفس الأسلوب ذاك، نثبت أن متزايدة plus bounded above، أو نثبت أنها متناقصة وباوندد بيلو. يا كذا يا كذا. طيب في واحدة منهم بتطلع متزايدة وفي الثانية بتطلع متناقص. طيب نشوف الآن جذر، شوف جذر XN YN أقل من أو يساوي كم؟ نص XN زائد YN. XN زائد YN على قسمة 2 على 2. طيب هذا إيش يساوي؟ الجذر ذا يساوي إيش؟ يساوي XN plus 1 حسب السؤال. وهذا وش يساوي؟ YN plus 1. ممتاز. يعني احنا استفدنا معلومة ان XN plus 1 اقل من او يساوي YN plus 1. وممكن تكتبها بدون ال N plus 1، تكتبها N يعني عادي ما في مشكلة. XN اقل من او يساوي YN، هذه المعلومة is true، هذه صحيحة ما تحتاج إثبات. هذه المعلومة صحيحة. أوكي؟ طيب أوكي طيب احنا الآن لو جبنا X2 معي؟ X2 ركز معي، X2 شو تساوي؟ جذر من؟ عوض بس فوق هنا. X2 يساوي جذر X1 Y1. صح؟ طيب وهذا أقل من أو يساوي أو أكبر أكبر من أو يساوي
جذر x1 في x1 صح؟ ليش؟ نجب تذي من هنا هنا وش تستفيد؟ x1 تعوض هنا x1 أقل من أو يساوي y1 حتى مكتوبة فوق هنا شوفوا يعني هذا أكبر من أو يساوي جذر x1 ثبتها y1 أكبر من أو يساوي y1 أكبر من أو يساوي x1 طب هذا كم يساوي؟ كم يساوي ذا؟ x1 إيه x1 إذا وش طلع؟ وش طلع عندي المتتالية xn راح تكون إيش؟ ها؟ x2 طلعت أكبر من يساوي x1 يعني المتتالية xn راح تكون متزايدة. متزايدة. بس أنا أثبتها لx2 وx1 لازم أثبتها for all for all n سهلة يعني راح جيب xn شوف هنا xn مرة ثانية xn plus 1 يساوي جذر xn yn هذا أكبر من أو يساوي كم جذر xn نزلها والyn أكبر من أو يساوي كم الyn شوفها من هنا الواي ان اكبر من يساوي اكس ان كم الجواب اكس ان خلاص كذا اثبتت انه اكس ان بلس 1 اكبر من او يساوي اكس ان يعني اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اكس ان از انكريز تمام طيب باقي نثبت انها باوندد بايش باي ايش باوندد ايش اكس ان باقي نثبت انها باوندد اباف طيب باوندد اباف وات وش العدد وش العدد y1 ولا لحظة لا هو صح ال x1 أقل من y1 أنت قريب بس يعني يبغالك شو اسمه طيب خلها ممكن هي ما هي واضحة الحين احنا أثبتنا إيش إن ال xn is إيش increasing خلونا نثبت الآن yn إنها ما ندري يمكن تطلع increasing يمكن decreasing روح لها مرة ثانية نجيب الy الy2 الy2 وش تساوي حسب التعريف هذا الy2 يساوي نص x إيش 1 زائد y1 طيب هذا أقل من أو يساوي نص ها الـ x1 أقل من كم الـ x1 الـ x1 أقل من كم y1 صح زاد y1 كم الجواب y1 إذن y1 عفوا إذن y2 أقل من y شوف أقل من أو يساوي y1 إذن أنا متوقع إنه تطلع إيش الy n decreasing لازم أثبتها لكل n فراح التعريف حق y n plus y1 y n plus 1 يساوي نص x n زائد y n هذا أقل من أو يساوي مرة ثانية نص ال x n أقل من أو يساوي من هنا شوف من هذه أقل من أو يساوي y1 وعندك yn y1 هذه الثانية نزلها الجواب هو yn إذن yn plus 1
أقل من أو يساوي y n، وهذا يعني أن ال y n is decreasing. طيب بقي علي الآن، بما أن ال x n طلعت decreasing نثبت أن ال x n is bounded above by real number، وبما أن ال y n is decreasing لازم نثبت أنها bounded below. طيب نشوف نشوف، نرجع للمعلومة، هذه هي المعلومة المفصلية في الحل هذا، كل شوي أرجع لها أنا، وهي أصلاً جت من خلال اللي هي الصدر اللي فوق، اللي هو أن الجيومتريك مين is less than or equal الأرثيماتيك مين. طيب أنا أرجع لها الآن، نرجع لها، شوف شوف الآن xn أقل من أو يساوي yn. طيب بما أن ال yn is ال yn is decreasing، إذا yn أقل من أو يساوي كم؟ ألو شباب، معي؟ الـ yn is decreasing، متناقصة، إذن جميع حدودها أقل من أو يساوي كم؟ yn plus 1. لا 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 يا رجل، increasing، عفوا decreasing. إذن جميع الحدود أقل من أو يساوي الأول y1. صح خلاص، تقدر تكتب الكلمة دي وأنت واثق حلك صح. طيب بما أن ال xn is increasing فهي أكبر من أو يساوي، x1 صح، يصير هو x1 أقلهم. طيب وش طلع لي الحين؟ طلع لي أن ال y ان ال xn is bounded above by what by ايش حدود من على ب y1، الرقم هذا رقم محدد، هذا رقم specific number. طيب وال yn واضح من هذه الكتابة أنها is bounded below by x1، وهذا specific number، عدد محدد. خلاص إذن النتيجة النهائية xn convergent yn also convergent. أي سؤال شباب؟ الآن بنثبت إنه طبعًا هذه convergent، هذه convergent يعني زيها xn has limit وyn has limit، نبغى نثبت إن limit حقتهم نفسها. طيب نفترض إنه نفترض assume إنه limit xn plus 1 ال xn بl و limit ال yn بk، بنثبت ايش؟ ان ال l يساوي ال k. طيب هذا يقتضي انه لهم limit ال xn plus 1 كم؟ هيا اساتذه كم يساوي؟ الذيل ال. طيب هذا يقتضي ليميت
الـ xn plus 1 اللي هو في هذا اللي في السؤال، اكتب تعريفي جذر xn yn يساوي ونزل الـ L. الليمت تدخل في الجذر زين، لأن الجذر continuous function، يصير جذر limit xn في limit yn يساوي L. يصير هنا عندك جذر limit xn كم؟ L، وlimit yn كي يساوي L. طلع لي الآن أيوة كيف الآن أكمل الحل؟ أربع أربع عشان تخصم الجذر ال K يساوي ال تربيع. طيب خلها صفرية يعني انقل ال صفر يساوي ال تربيع ناقص ال K. خذ مشترك ال يبقى ال ناقص K يساوي صفر. إما ال يساوي زيرو أو ال ناقص كي يساوي زيرو. طيب ال يساوي زيرو هذا مرفوع ال يساوي زيرو مرفوض، من يقول لي ليش؟ ريجكت ديسيشن هنا ريجكت مرفوض. ليش ريجكت؟ ليش رفضنا هذا؟ ان اكس متزايده ايوه يعني ها لان الاكس ان موجبه شوف هنا الاكس ان هي متزايده صحيح، وايضا موجبه يعني كل عناصرها موجبه ومتزايده مستحيل تصير الليمت زيرو ومتزايده طبعا نعم لازم اكتب انها متزايده بعد، فبالتالي الليمت نفسها لازم تطلع اكبر من الصفر يعني اللي هو ال، فما تصير صفر. اذا ما عندي ما بقى معي الا الاحتمال الثاني ال ناقص كي يساوي زيرو يعني ال اللي تساوي كي، اثبت انه ليميت اكس ان هي نفسها ليميت واي ان. المثال شباب اني كويشن واضح يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. اوكي هنا يجي كوشي درس اثبت ان المتتالي هذه اتز كوشي. طبعا هنا هذا السؤال عرف هو الاكس ان هي سميشن من اي يساوي واحد الى ان واحد على اي تربيع، اثبت ان اكس ان از كوشي سيكونس اند هنس كونفرجنت. طبعا اذا كانت كوشي هذا يقتضي انها كونفرجنت تقاربا. الإثبات هذا مكتوب أمامكم، أثبت هنا الإثبات بروف ذات xn. أنا بس حطيت العداد، شايفين العداد اللي في الحل وش العداد الإندكس؟ العداد عداد السيريز ها؟ العداد هنا k في الحل ها؟ كي من واحد لان، واللي في السؤال مكتوب ايش؟ اي يعني بس غير يعني خلاص يعني تبغى تغير الكي الى اي اغيره، بس اعتبره كي او انك تعتبر السؤال كي زين. عداد مجرد عداد هذا الاثبات. طبعا هو الان اذا جاك في السؤال اثبت ان كوشي اثبت معناه يبغى الديفينيشن، يبغى الديفينيشن. الديفينيشن هذا هو given epsilon اكبر من صفر we look for n ينتمي لn such that ان الفرق بين xn و xm اقل من epsilon لكل n و m اكبر من او يساوي هذا ال n اللي نبحث عنه. x first assume
طبعا احيانا نفترض الافتراض هذا انه الان اكبر من او يساوي ام، احيانا يعني يساعدنا هذا في الحل. اكيد انه ما دام ان وام اعداد طبيعيه فواحد منهم اكبر من الثاني او متساويين without loss of generality. xn minus xm قيمه مطلقه يساوي، الان فك اللي فك فك السميشن، واحد حط الكيب واحد، واحد على واحد تربيع زائد واحد على اثنين تربيع إلين واحد على ام تربيع، هذا ال xn باقي طبعا باقي واحد على ام بلس 1 تربيع إلين نوصل واحد على ان تربيع. هذه واضحه شباب؟ واضحه دي؟ ايه هذه واضحه. ليش هنا كذا؟ لانه الان الان اكبر من الام، فاللي قبله بيطلع الام موجوده من الحدود. Is it clear؟ ها؟ اي واضح يا دكتور، واضح. لان الان الان اكبر من الام، اكيد انه الحدود في حدود اللي قبل بيظهر فيها الام، ام تربيع بعدين ام بلس 1 تربيع لين تصل للواحد على ان تربيع ناقص الاكس ام، بس نفس الشيء، بس خل اخر حد لك عندك الام تربيع، دخل الناقص جوا بيصير عندك كانسليشن. شوف بيصير عندك اختصارات، هذا بيروح مع ذا، هذا بيروح مع هذا، وبعدين هنا هذا بيروح مع ذا، يبقى ذولي. شوفوا كتبتهم واحد على ام زائد واحد تربيع لين واحد على ان تربيع. طبعا هذه قيمه مطلقه ممكن تشيلهم لانهم كلهم موجبين، موجبات كل حدود، ممكن تشيل القيمه المطلقه. انا كتبتها as a summation واحد على كي تربيع، الكي تبدا من ام بلس 1 من هنا لين ان. طيب هذا هذا اقل من او يساوي واحد على كي في كي ناقص واحد، معروفه ليش؟ سؤال، ليش الأقل من أو يساوي ذي صحيحة؟ المقام هذا والمقام هذا من أكبر؟ المقام اللي يعلمين أكبر، لأنها لا، شوف هذه ترى كي تربيع أقدر أكتبها واحد على كي في كي، أي المقامين أكبر؟ المقام اليسار، بس انا قصدي أيوة. يعني كاس كل ككل واحد على كي، المقام اليسار اكبر، اذا الكسر اليسار اقل، صح؟ صحيح. طيب بعد كذا واحد على كي في كي بلس في كي ماينس 1، هذه حلها بالبارشل فراكشنز، الكسور الجزئيه، تذكرونها اللي هي اي على اي A على K بلس K، هذه اللي خدتوها في 106 ريض، طلع الـ A والـ B ما عارفينها، توحد مقامات وتطلع الـ A والـ B، طلعت الـ A عندنا واحد، هذه واحد، وطلعت الـ B سالب واحد. بعد كذا هنا لو أنا ليش عملت كذا؟ لأن لو عملت كذا بيصير عندي cancellation، ترى أنت حاول تفكها ترى سهلة، حاول تفك المفكوك هذا. شوف الكي تبدأ من ام بلس 1 إلى ان، انشرها انشرها عندك في البيت، انشرها بيطلع معك في كنسليشن، بيصفى حدين هذولي، واحد على ان ناقص واحد على ان. بعدين هذا أقل من أو يساوي واحد على ان بلس واحد على ان، هذه العبارة دي صحيحة صح؟ صح؟ إيه صحيح، أكيد صحيح، لأن يعني هذا موجب وذاك سالب. خلاص وقف هنا وروح لأرخميدس بروبرتي، خاصية أرخميدس، وطبقها مهب على إبسلون، مهب على إبسلون، طبقها أفضل على إبسلون على 2، مهب على إبسلون، طبقها على إبسلون على 2، يعني ستيل إبسلون على 2 بوزيتيف، إذن الخاصية نطبقها على إبسلون
على 2. يوجد إن عدد طبيعي بحيث إبسلون على 2 أكبر من 1 على إن. يصير الآن ناو فور إن إم أكبر من يساوي إن إن اللي لقيناه بخاصية الخميدس. وصلنا إلى أن القيمة المطلقة هذه شوف بدينا من هنا بدينا من هنا هذا بدينا فيه هذا وصلنا أنه أقل من أو يساوي هذا شوف يساوي بعدين أقل 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 يصير هنا أقل من هذا واحد على إن أقل من أو يساوي واحد على إن لأن الإن والإم أكبر من هذا لو قلبت يطلع واحد على إن وهذا واحد على إن أقل من واحد على كابيتال إن يعني اثنين على إن اثنين على كابيتال إن هنا لو سويت هنا ضربت باثنين شوف هنا لو ضربت باثنين يطلع إبسلون أكبر من اثنين على إن كابيتال إن يعني اثنين على إن أقل من إبسلون وهو المطلوب سؤال جيد هذا فيه حركات فيه يعني فيه رياضيات كويسة طيب شباب أي سؤال لا مفهوم يا دكتور السؤال من تو